السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. اليوم صممت لبس، كنت صممت نفس اللبس بس القناع غيرت، حطيت قناع الرام الجندري الابيض، وبوريكم تفاصيل الحزام والبنطلون. البنطلون مضحك شوي، هو كويس بس انه يعني فيه من دون الله يعزكم من دون بوت، فشكل الشخصية طالع جميل ومضحك في نفس الوقت. فأبوريكم الآن، طبعا هذه موجودة، آسف طبعا لازم أغطي الصدر الآن دقيقة، لأن هذا من متطلبات اللبس يعني يضبط على، بس خلني أحط بس ال أوه ما ينفع كذا، بس أوكي. الحين ال أول شيء نروح لل شو اسمه، نروح لهذه اللي هي كورستيس، موجودة الآن ترى، وعليها وتراها أسبوع وبيشيلونها. عندكم هذه، عندكم الألوان، أنا شريت كل الألوان صراحة. نختار اللون الأبيض هذا هو حق الستيرية ذي، بعدين نروح القناع. طبعا ما تعرفونه ما يحتاج، يعني قلت حق القناع سبق إني نزلته. نروح للأسلحة، وين الأسلحة؟ وبن، ونحط اللي هو وينه؟ نحط اللي هو هذا ريجنت هوليستر، نحط الحزام هذا اللي هو المخبأ، المخبأ عفوا. شوفوا كيف شكله على الاستيرية ذي، شوفوا ما شاء الله محتم بعيد جميل جدا. ونحط نفس الحزام حق الريجنت، الحزام المدور هذا اللي هو نفس اسمه هذا، هو نفس المخبأ حق المسدس هذا، هو نحط الأبيض، أبيض مع أسود. والبيكلز اسمه بيكلز أعتقد، بيكلز أنا حطيت هذا طبعا. وينه 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 أنا فيه. اي هذا هو اسمه شارب بيكلز، هذا هو اعتقد انه، مو بعتقد لا اكيد انه عند مدام نزار اذا ماني باهم. انا خذيت هذا طبعا، خذيت الابيض، شوفوا الابيض كيف اللي هو بيكلز اللي هو المعدن الحديد هذا، شفتوا على الحزام على شكل الاستيرية، على حزام المسدس، على الحزام نفسه هذا الطويل، شوفوا كيف ما شاء الله. وطبعا هذه الصيله ذي، القاروره الصيله ذي الحمراء، المفروض احطها ابيض او اسود، لكن والله غاليه ب 8 جولد، وانا صراحه خسرت امس كثير على شو اسمه هذه الاستيريا، خسرت عليها تقريبا حدود 42 سبيكه ذهبيه، لاني شريتها كلها. انا شاري من اول يمكن 3 حبات، امس شريت كل طقمتها طقم كلها، شريتها كلها فخسرت كثير، فبحاول اوفر، بشيل هذا وبحط اي شيء ثاني غير هذا القاروره الصغيره ذي. والبنطلون، البنطلون صراحه شكله حلو ومضحك في نفس الوقت صراحه. فيه مثلا تقدرون، نقدر نحط هذا مثلا، في لون ابيض منه بنطلون هذا اللي مع شراب، لكن انا صراحه عجبني هذا، اعجبني البنطلون هذا الابيض. وفي شيء اذا جيت احط على البنطلون الابيض هذا، شوفوا وينه، احيانا تختفي مثل ما شفت قبل شيء، تختفي الرجلين ما ادري ليش. شوف الحين، شوف قبل شيء مخفيه الرجلين صح، شفت مخفيه الرجلين الحين ليش، شيء غريب والله. دايم يصير معي كذا. المهم هذا البنطلون والقناع حق الليجندري المعروف طبعا، هذا القناع حق الليجندري، وبس حبيت يعني اسجل الفيديو هذا. وقلت القناع موجود في القناة يعني، وفي ناس ما شاء الله في الانستغرام ذكروه في ستوري وما قصروا يعطيهم الف عافيه. وبس وبس، وحطيت الخاتم هذا، هذا هو عشان يطابق على اللبس. وحطيت ايضا في اليد اليسار حطيت هذه اللي جات مع
أعتقد الباس اللي قبلها والله ما أدري، هذه اسمها بوكدين رينك الفضية ذي، شكلها رهيب كذا وبس. ويعطيكم ألف عافية. شوفوا كيف اللبس من قدام، شوفوا الحين من بعيد طبعا، شوفوا فيه تناسق كثير. شوف الكاميرا صارت كذا، شوف فيه تناسق مع المسدس ومع البيكلز ومع الحزام، يعني ما شاء الله. والبنطلون هذا القصير اللي من دون البوت، الله يعزكم الله، شوف طالع كيف، طالع حلو وفي نفس الوقت مضحك وبس. يعطيكم ألف عافية.